السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم خمسة الاشكال ديال المرايات اللي كل وحدة جات تحفة وجو راقيين وجمال، واي واحد يقدر يصوب بهم غير باعادة تدوير. اذا يلا هو معايا باش تشوفوا الشكل اللي غادي ندير لهم وكي غادي يجيو بقطع سهلة وبسيطة واي واحد يقدر يدير بحالهم. يلا معايا باش نشوفوا كيفاش درنا لهم. بداو على بركة الله. غادي نبداو بالمرايه الاولى اللي غادي ناخذ فيها ديك سيت دو طابل، هذيك اللي تنحطو تحت الصحون ديال الماكله. مرايه فيها 25 سنتيمتر، وهذه ديال سيت دو طابل فيها 40 سنتيمتر في اللون الذهبي. عجبني انني ندير لها هذا الشكل. غادي ننزل المرايه في الوسط وغادي نرسم بطبيعه الحال البلاصه فين غادي ننزلها، وبعد غادي نلصقها بمسدس كما غادي تلاحظوا بمسدس، وندير لها الكروشي من اللور باش غادي نثبتها مزيان، وغنزيد نثبتها بديك المسدس ديال الشمع باش تثبت مزيان في هاد الخويات اللي كاينين هنا بهذيك الثقابات. ندير لها الكروشي وغادي نعلقها، وتشوفوا الشكل ديالها كي جاي راقي وجميل، وجات روعه وما تتبانش بانها مصوبها من هاد السيت دو طابل. هانتوما تشوفوا الشكل ديالها. المرايه الثانيه غادي نحتاجوا لها هاد سيت دو طابل هذا، حتى هو انت اللي تنزلوا عليه الصحون ديال الاكل. هنايا غادي ناخد هاد الشكل هذا فضي، غادي ننزل المرايه في الوسط بنفس الطريقه، وغادي نقيس مزيان باش تجي في الوسط، ومن بعد عاوتاني غندير لها نفس الطريقه، غادي نلصق وغادي ندير لها الكروشي، بعد غادي نزينها. هنا غادي نزينها بهاد داك العقيق في اللون الفضي، وغادي نلصق بهاد الغراء ديال ب7000، غادي ندير لها الدوره كلها باش غادي تجي زوينه على هاد الشكل. اذا هذا هو الشكل ديال المرايه الثانيه اللي جات هي جميله وجات راقيه وما بيناش بان مصوبينها بهاد لي سيت دو طابل. وهنايا غادي نديرو وهنايا غادي نديرو المرايه الثالثه اللي فيها جوج ديال مرايات مربعات اللي فيهم 45 سنتيمتر، والقياس سيبقى على حسب شنو عندكم. اذا غادي ناخذ هكا المرايات، غادي ناخذ هذوك القنات ديال الجوانب بجوج بهم، غندير وحده فوق وحده وغادي نقياس باش نقادهم مزيان. غنخلي 10 سنتيمتر من هذا الجانب و10 سنتيمتر من هذا الجانب، ونقاد مزيان باش ما يجيوش عوج على هذا الشكل. وغادي نرسم عاوتاني، غادي نرسم نشرط بديك القلم، ومن بعد غادي نلصق بالشمع بهذا المسدس هذا، وتشوفوا الشكل ديالهم كي غادي يجيو. إذن باش غادي نثبتهم نزيد نثبتهم مزيان، غادي نقبط هاد الاعواد ديال الايس كريم ديال لاكلاص، وغادي نقاد مزيان ونقطع هاد القطع هذا، وغادي نلصقهم على الطريقه هادو باش نثبت مزيان باش يكونوا ثابتين ملاصقين بزوج بهم مزيان. وهنايا غادي ناخذ جوج قطع ديال الكرتون اللي غادي نلصقهم اللور باش غادي نلصق فيهم الكروشي اللي غادي نعلق بهم هاد المرايه.
وهنايا غادي نحتاجو هاد المرايات زوج في اللون الذهبي كما تلاحظوا. غادي نلصقهم عاوتاني مع هاد المرايات المربعات، غادي نزيدهم باش غادي يعطينا واحد الشكل هندسي زوين، واحد الشكل مودرن واوريجينال. بغيت ندير له انا هاد الشكل، جاتني فكره انني نزينهم ونزيد نعمرهم بهاد المدورين. اذا غادي يكونوا مربعات مع هاد الدوائر، غادي يجي الشكل جميل وراقي وعصري وفي غايه الروعه اللي غادي تشوفوا كي غادي يجيو في النهايه. يعني هو الشكل كي جاو، جا عطيتهم هاد الشكل هذا. هذا هو هذه المرايه المفضله اللي درت من هاد انا عجبتني. وانتم قولوا لي الراي ديالكم، اش من مرايه اللي غادي تعجبكم في هاد الخمسه ديال الاشكال اللي غادي ندير. اذا انتم عطيتهم هاد الشكل هذا، دابا غادي ندوزو للمرايه الرابعه. هذا الشكل الرابع اللي غادي نقدم لكم ديال هاد المرايه هذه، اللي خديت منها هادوك المرايات الصغيورين. خديت هاد ثلاثة ديال القطع، وبعد زدت واحد الرابعه من بعد منين وريتكم، غنوريكم الطريقه. ومن بعد غادي نزيد مرايه الرابعه لان جاتني صغيره في الحيط اللي غادي نلصق فيه. اذا هانتوما تشوفوا فيهم الكروشي اصلا بلا ما غادي ندير لهم الكروشي. هو غادي اش غادي ندير لهم؟ غادي نلصقهم بعضياتهم، هادشي اللي غادي ندير. وغادي ندير لهم هاد الشكل هذا مستطيل، وحده فوق وحده كما تلاحظوا. درت وحده الذهبي في الوسط وغادي نخلفهم، وحده ذهبيه وحده كحله على هذا الشكل. وغادي نقد بطبيعه الحال مزيان باش ما يجيوش عوج، وغادي نلصق. وباش غادي نثبت، هانتوما غادي تشوفوا، غادي ندير اعواد اللي غادي نزيد نثبت بهم. عندنا درت هاد الاعواد ديال السوشي اللي غادي نلصقهم باش غادي نثبت مزيان باش يبقاو لاصقين بعضياتهم. ومن بعد نقول لك كما قلت، غادي نزيد مرايه الرابعه اللي غادي نزيد جاوني مني بغيت نعلقهم، جاتني صغيره وزدت مرايه اخرى. وهاد المرايات هادو تتباعوا رخاص انغو تنظن. اذا انا بغيت نستغلهم وندير مرايه فميله وراقيه وعطات واحد الشكل. اذا هذا هو الشكل اللي غادي تشوفوا الشكل عاوتاني ديالو كي غادي يجي. ها هما دو درت اربعه ديال القطع ديال هاد المرايه، درت لهم على هاد الشكل مستطيل طويل، ونقدروا نديروه عاوتاني على هاد الشكل. ما غاديش ما وريتكمش الطريقه، ولكن غادي تاخذوا نفس الطريقه اللي درت بها هادوك. غادي ندوزو للمرايه الخامسه واللي هي الاخيره. غادي ناخد ديك المرايه هكاك شاريها انا، وفعوت لي غادي نخليها، اما نخليها هكاك خاويه. انا فضلت انني غادي ندير لها القاعده ديالها بهذا اللون الاسود. خديت كرتون وصبغته باللون الاسود، باللون الاسود، وخليته حتى نشوف. ودابا غادي ننزل عليه وغادي نقطع غادي نقطع هذا الكرتون على حسب المرايه اللي عندي. هنايا غادي نرسم البلاصه فين غادي نلصق المرايه. قبل ما نلصق هذيك الكروشي ديالها اللور، تقبت له في الكرتونه باش يخرج، هو اللي غادي نعلق به لان هذاك هو الكروشي ديالها. اذا نلصق، غادي نلصق من بعد، غادي ندخل ديك الكروشي في الكرتونه، ومن بعد غادي هو ده، هذا هو الكروشي ديالها. غادي نقادو باش من بعد غادي نلصق فيه، غادي نعلق به هاد المرايه. وهذا هو الشكل ديالها، جا على هاد الشكل، ما خليتهاش خاويه. وغادي تشوفوا الشكل ديالها خاويه معلقه في الحيط، وغتشوفوا الشكل كيفاش جايه بهذا اللون الاسود. وانا فضلت انني ندير لها هاد اللون الاسود، هانتي جايه جميله وراقيه وشيك ومودرن. اذا هانتوما تشوفوا باللون بهكا بالاسود، وكاينه هكا خاويه في الحيط جات، وانا فضلت انني ندير لها ديك اللون الاسود.
إذا هذه هي الأشكال كلها اللي درت اليوم، سنتمنى أنها تكون عجبتكم، وقولوا لي إيش من مرايا اللي عجبتكم واللي فضلتو. إذا إلى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش أنكم تديروا لي لايكات وباش تشجعوني، وبالنسبة لي أول مرة تشوفوا القناة وعجبتهم القناة سنتمنى أنهم ما يتردوش أنهم يديروا اشتراك، وتنقول لكم تبارك الله عليكم الرسالات وبارك الله فيكم على التعليقات، ما تنسونيش بالمشاهدة وباللايكات، ونقول لكم تبارك الله عليكم الرسالات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.